بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. ازيكم يا جماعة وأهلا بيكم. أول حاجة بس الصوت كويس. لسه سامع كويس يا جماعة؟ صوت مثلا عالي واطي. طيب يعني بعد غياب كده ماشي هنخلص. يعني صعب صعب تلاقيه في الحياة العملية شوية. فاخدين في المحاضرة الفوركاستنج، هناخد كام موضوع كده في الآخر هنختم بيه الفوركاستنج، وبعدين هناخد الشابترنج. خلاص يلا نقول بسم الله. ان شاء الله ربنا يسهل، ربنا يسهل ان شاء الله. طبعا النفس طويل عندنا ولسه طبعا في الكورس بتاع الاستروس عندنا طرق كتير في البودكاستنج. خلاص من وسط الطرق دي كلها بقى، ايه الطريقة اللي انا هستخدمها؟ في حاجات بتتفرض عليا، يعني في مثلا بعد لو انا عندي هيستوريكال داتا مثلا، ابتديت اعمل لها ارسمها اجيب الباترن بتاعها، فعلى حسب مثلا تطلع لي ترند، تطلع لي سايكل، تطلع لي سيزونال. خلاص في حاجات بتتفرض عليا، انما زي ما احنا قلنا يعني ممكن بقى مثلا مش يعني مش في كل موقف مش لازم التكنيك يشتغل صح على طول يعني كذا. زي ما قلنا الاعتبار معانا واحنا بنقرر الكوست والاكرس. طبعا الاكرس سوف يعني الاكرس المعروفة. طيب ايه حكاية الكوست؟ الكوست دي لازم يا جماعة شوية يعني ادرس تكلفة الفوركاستنج ده بتاعي ايه، الميزانية المطلوبة فوركاستنج، لو في اخطاء، يعني لو في اخطاء تكلفة الاخطاء هتبقى قد ايه. هل لو مثلا تكلفة الخطأ صغيرة ببقى انا محتاج مثلا اعمله يعني ازود الاكيرس شوية اخليه دقيق جدا، محتاج اصرف عليه فلوس كتير؟ يعني اذا كانت تكلفة الخطأ صغيرة فانا ليه هصرف الفلوس دي كلها؟ هعمل دراسات، هجيب شركة متخصصة، الحاجات دي كلها. خلاص طبعا كلما زادت الاكيرسي زاد الكوست. برضه لازم اشوف الفوائد اللي هترد عليا.
لما انا اعمل اكل البودكاست، هل انا هتجنب مثلا اخطاء ممكن تكلفني كتير، الحاجات دي كلها؟ فلازم اعمل تريد اوف، يعني هو ده بقى اللي انا وانا بختار. ما انا بقول لك، لا انا بقول لك التكنيكس فور سايكل، بس يعني لغناها. في برضو حاجات تانية كم موضوع لغناها. خلاص، اولا زي ما قلت لك، يعني في الحالة يعني تنفيذه معقد شوية، برضو عشان الوقت. خلاص، دول محذوفات. فكنا بنقول، وانا بدرس يعني لازم اشوف مدى اتاحة المعلومات التاريخية برضو عن يا جماعة، لو فاكرين، لو انا مثلا لسه، لو في موضوع جديد عندي، ما عنديش historical information، زي ما قلنا كنا شفنا كذا موقف ما قابلناش قبل كده، بدأنا نحذف عشان المنهج يخف افضل. يعني انا بصراحة حسيت الفوركاستنج طول قوي، فيعني حاسة يعني حبيت اقلله شوية، هو تقيل على الناس شوية، ف يعني حذفت كده منه موضوعين. خلينا نخلص. يعني احساسك في محل. كنا بنقول لازم برضو نشوف مدى اتاحة المعلومات التاريخية اللي عندي. لو انا ما عنديش معلومات تاريخية او حاجة، يبقى انا زي ما قلنا هروح بقى الاكسبرت جادجمنت، الخبراء، المديرين، الحاجات دي كلها، حد عنده خبرة، آراء الناس، أروح للجانب الجانب اللي هو يعني الجانب بتاع الخبرات، الحاجات دي كلها. برضه لازم أشوف هل يوجد سوفت وير مثلا بيعمل الفوركاست ولا إيه. لو فاكرين يعني إحنا كنا استخدمنا شيتات إكسل كتير، شيت الإكسل نفسه يعتبر سوفت وير. يعني بدل ما تقعد ترسم بإيدك وبتاع، خلاص. بص، راجع الكتاب، احنا راجع الكتاب، آخر موضوع أخدناه ده كان آخر حاجة، وبعدين يعني قلنا بقى إزاي نختار الـ choosing forecast technique، وبعدين هنختم الشغل شوية. خلاص، فده اللي احنا كنا بنقوله. زي ما بيقول، لما ما بقاش عندنا هيستوريكال داتا، بيقول لك في 2005 الجازولين برايسز زادت جدا، بسبب يعني حصل شوية حاجات كده. فالمهم، ما كانش عندهم هيستوريكال داتا عشان يتوقعوا الديماند على السيارات او العربيات او الفيكلز بتاعت الحاجات دي كلها، عشان كده لازم يشتغلوا كواليتيتيف، او الجانب الخاص بقى بالخبرات، اراء الناس، الحاجات دي كلها. برضو الفوركاست هوريزون، لو فاكرين، تعرف يا جماعة او فاكر يعني مين هو، ايه هو الفوركاست هوريزون او الزمن بتاع الفوركاست؟ اللي هي الفترة الزمنية لسه هيكون صالح فيها، يعني مثلا بيقول الفوركاست ده والله لغاية قد كده، أو لغاية التاريخ ده ولا كده. فبعض الطرق برضه وأنا بختار تنفع للونج رينج فوركاست، البعض ينفع لشورت رينج. طيب، فاكرين يا جماعة الموفينج أفريج؟ الموفينج أفريج، الإكسبوننشال سموثينج، الموفينج افريج يا جماعه. انا كنت بجيب مثلا بعديه بفتره، بعديه بمده، بعديه بشهر، الحاجات دي كلها. من الكلام ده، الموفينج افريج يعتبر لونج رينج ولا شورت رينج؟ واضحه يعني. يعني انا كنت بجيب الفوركاست النكست بيريود،
الترند ايكويشن، انا عندي معادله ممكن اعوض فيها صح، ممكن احط مثلا الفتره رقم 9، الفتره رقم 10، السنه اللي بعد كده، اللي بعد كده بكذا سنه، لان انا عندي معادله بعوض فيها، فهيبقى لونج رينج بالظبط. خلاص واضحه دي يا جماعه؟ برضو زي ما قلنا يا جماعه، لو انا ما عنديش هيستوريكال انفورميشن يبقى راي خبراء الدلفي تكنيك. الكلام ده ممكن ينفع برضو مع اللونج رينج بلاننج. حد فاكر يا جماعه الدلفي تكنيك؟ فهنا مديك جدول، مديك اللي هو الدلفي بالظبط اللي بيوصلك لاجمالي. يعني بيبقى عندك مشكله، بيبقى عندك قضيه، بيبقى عندك اقتراح، بيبقى عندك فوركاست، بيبقى عندك اي حاجه، بيبتدوا بيعملوا جلسات كده لغايه ما يوصلوا لاجماع. بتبقى الجلسات عباره عن يعني من غير من تقنيه البي ام بي. المهم هنا يا جماعه لو بصينا في الجدول زي ما احنا كنا كاتبين الشورت الهوريزون بتاعته شورت، الريشن تايم شورت، ما بيبقاش معقد خلاص. ممكن ياخد الداتا من 2 ل 30، يعني ممكن الداتا مثلا كتير، ممكن 2 ممكن 3، لان انا بجيب مثلا 2 موفينج افريج ولا حاجه. ستيشن يعني ثابته، يعني ما بتتغيرش مع الوقت، ممكن تبقى مين، ممكن تبقى فاريانس، ما فيهاش ترند برضو، ما فيهاش اي نوع من انواع الترند. الهوريزون زي ما قلنا شورت، لاني بجيب مثلا المده اللي بعدها، ما بتاخدش وقت. الحاجات دي كلها برضو قليله التعقيد. السيمبل سيمبل اكسبوننشال سموثينج برضه زي الموفينج افريج. شويه بعد كده في يعني من شورت الميديوم الهوريزون بتاعه والمده بتاعته، باخد المعادله، بيبقى عندي ترند ايكويشن بعوض فيها، فالبريبريشن مبيبقاش كتير، الاثنين اللي قبليه، الحاجات دي كلها. بعد كده بقى بخش في السيزونال. عشان نحكم عليها يا جماعه لازم 2 بيكس. يعني لو فاكرين ان انا مثلا، لو فاكرين في يمكن تاني محاضره في الفوركاستنج لما بطريقه الباترنز، كان في حاجات مش باينه. يعني كنا بنقول ان احنا لو عندنا داتا تانيه هنبتدي نعرف هل دي سيزونال ولا مش سيزونال، لو فاكرين. فلازم يعني اماونت اوف هيستوريكال داتا معينه عشان تبتدي تحكم دي مثلا سيزونال، دي سايكلز، الحاجات دي. برضو هنا من شورت لميديوم الوقت بتاعه او الهوريزون بتاعه، البريبريشن برضو من شورت الميديوم، التعقيد يعني اقل شويه. طبعا دي من الحاجات اللي احنا ما خدناهاش، السيزونال والكاجوال او الحاجات اللي احنا لغيناها شويه. المهم يعني هنا الغرض بس عشان نشوف الهوريزون بتاع كل واحده عامله ازاي، التايم هوريزون، الداتا باترن بتاعت كل واحده عامله ازاي، البريبريشن تايم طبعا حسب حسب زي ما بيقول الداتا الموجوده، الطريقه اللي انت شغال بيها، سوفت وير اللي انت شغال بيه، الحاجات دي كلها. طيب يوزنج الفوركاست انفورميشن بقى خلاص، يعني انت بعد كده ممكن مثلا لو بقيت اوبريشن مانجر، بقيت مانجر في اي حاجه، ممكن يجي لك شويه معلومات، مثلا معلومات فوركاست، معلومات فوركاست عن اي حاجه. احنا هنا طبعا خاصين بالديمند، بيجي لك تنبؤ مثلا عن الفوركاست. طيب هتبتدي تتعامل معاه ازاي بقى؟
ده أهم يعني من أهم الأجزاء الموجودة في الشابتر ده. خلاص أنت بقى هيبتدي يبقى عندك الفوركاست، جالك الفوركاست متعرفش جالك مين، المهم جالك وخلاص، هيبقى عندك تعامل بروسلي، يا إما تتعامل برو أكتف يا إما تتعامل رياكتف. ده يعني إيه وده يعني إيه؟ هناخد الرياكتف الأول، يعني أنت هتعامل كرد فعل، وده الأغلب، ده الأغلب الناس اللي هي أو بعض يعني أغلب الشركات تتعامل مع الفوركاست كديماند، هيحصل إن الطلب فعلا مثلا هيكون كده، يبتدي يحاول بقى يعادل الطلب اللي هيحصل ده، خلاص لأنه خلاص هو بيتعامل رياكتف يعني بيتعامل رد فعل، وفي طلب موجود فيبتدي يعني مش يعوضه، يتعامل معاه، يتعامل مع الديماند ده، يعدل بقى مثلا معدلات الانتاج، المخزون، الورك فورس، يشغل الناس اوفر تايم زي ما قلنا، يزود معدلات الانتاج، ممكن يشتري مكن جديد عشان يلبي الطلب المتوقع ده. فزي ما احنا شايفين هو شغال رياكتف يعني بيشوف رد فعل. طيب البرو اكتف او المفروض ايه؟ هو يحاول يا جماعه يخلي الديماند فعلا زي الفوركاست، يعني يزود الديماند فعلا، يعني يبتدي يقول الديماند ده انا الديماند ده هعتبره انا هشتغل عليه عشان احصله فعلا، حتى لو هو عندي فوركاست فانا هشتغل على الجانبين، هشتغل على الديماند نفسه عشان اخليه يحصل، الرقم اللي انا اللي جاي لي ده او اللي في ايدي او المتوقع اخليه يحصل، ابتدي ازود مثلا اعلانات، اعمل عروض، اعمل مثلا برايسنج يعني او سياسات تسعير، اغير في المنتج، اعمل حملات، الحاجات دي كلها. طيب وهو شغال بقى برو اكتف، وهو شغال برو اكتف بيشوف بقى ايه اللي هيحصل حسب الوضع الحالي او الوضع الراهن، هيعمل عشان يشوف مثلا لو الفوركاست نتائجه غير مقبوله. dealing with forecast as actual، قصدك على ان البرواكتف؟ ايوه بالظبط. خلاص لا انت بص انت زي ما قلت لك انت بتشتغل على الجانبين، بس البرو اكتف ان انت ما بتستناش، يعني انت ما بتسيبش الديماند للسوق، ما بتشيلش الديماند للظروف السوق او للظروف الكاستمر، للظروف الماركت، تمام؟ انت بتشتغل برو اكتف يعني بتخليه يحصل، يعني تقول الرقم ده انا هخليه يحصل، طب هوصله ازاي، هحاول اوصله ازاي، في نفس الوقت انت اصلا شغال على الجنب الثاني الرياكتف، صح؟ ما ينفعش انت تشتغل مثلا تقول ان الرقم ده هيحصل او الديماند ده هيحصل وانت اهملت الجزء الخاص الانترنال او الجزء الخاص بيك، الجزء الخاص بالعماله، بالانتاج، بالبرودكشن، الحاجات دي كلها، صح؟ الفرق بين الاثنين ان انت في البرو اكتف ان انت شغال على الجانبين، شغال داخل يعني انترنال واكسترنال، بتحاول الرقم ده انت بتحاول تخليه يحصل، ما تسيبش حكايه للماركت او كده. خلاص واضحه؟ واضحه يا جماعه؟ اللي فاهم يكتب واحد واللي مش فاهم يكتب اثنين، خلاص يا جماعة واضحة النقطة دي؟ طيب طب اللي هو اللي مش فاهم، انت فاهم واحدة فيهم ولا انت مش فاهم ولا دي ولا دي، ولا انت مش فاهم الفرق بينهم؟
لا بصراحة أنا تايه في الموضوع. طيب بص، أنت دلوقتي بيجيلك مثلا بيقول لك تعالى نتكلم بالأرقام والأمثلة. جالك مثلا بيقول لك الديماند عندنا السنة دي، أنت مثلا شغال في مثلا شركة سيارات ولا حاجة، خلاص؟ فبيقول لك الديماند السنة دي مثلا هيبقى مثلا نص مليون سيارة، بغض النظر بقى الفئات الحاجات دي كلها كأنهم هم كلهم فئة واحدة أو نوع واحد، خلاص؟ مليون سيارة، خلاص؟ فلو أنت هتشتغل كرد فعل، خلاص؟ لو أنت هتشتغل كرد فعل هتعمل إيه؟ هتشوف بقى المليون سيارة دول هحققها إزاي؟ صح؟ هشوف معدلات الإنتاج اللي عندي شغالة إزاي؟ المخزون اللي عندي هيكفي، المواد اللي عندي، العمالة، المكن، التجميع، الحاجات اللي بشتريها من بره، السبلايرز، الحاجات دي كلها، ابتدي اظبط الحاجات دي كلها بحيث ان انا خلاص على اساس شغال رد فعل، جالي رقم وبشتغل رد فعل لهذا الرقم. دي خلاص اتفهمت الجزء ده، اتفهم ده رياكتف كده، واضحة؟ طيب تعالى اشتغل برو اكتف بقى. لا انا بقى مش هعمل كده وبس، انا هعمل كده زائد ان انا مش هسيب الرقم ده لظروف السوق ولا ظروف الماركت، لا انا هحاول اثر على الطلب نفسه. هعمل بقى ايه؟ مثلا اعلانات، هعمل مثلا بروموشنز، هعمل سياسات تسعير، هغير مثلا ممكن اغير في الخدمه بتاع، يعني اخلينا على السيارات، اغير مثلا في الفئه معينه، ازود المبيعات بتاعتها، ممكن اشوف برضو في نفس الوقت اشوف الراجل المنافس نازل بايه اغير. المهم ان انا الرقم ده انا هحاول احققه، اللي هو النص مليون اللي جاي لي ده. طب النص مليون ده هحققه ازاي؟ اشوف بقى هحققه ازاي من بره بقى، ازاي الناس اخليها تطلب العدد ده بالفعل، خلاص؟ هو ده البرو اكتف. بس وضحت كده؟ كنا وصلنا لغاية فين؟ طيب طيب دي حاجة بقى بعد كده اسمها الاوبريشنز استراتيجي. ايه الاوبريشنز استراتيجي؟ يا جماعة أصلا الكورس مش لا الكورس نفسه اللي احنا شغالين فيه اسمه استراتيجي. طيب ايه علاقة الفوركاست بالاستراتيجي؟ الفوركاست يا جماعة يمكن من حاجات أساسيات الاستراتيجي، لأن أنا على أساسها باخد قرارات كتير جدا. وزي ما قلنا الاستراتيجي بتاعتك عشان تبقى صح، الايديا سيتويشن بتاعك في اي اوبريشنز اي عمليات، ان انت تعمل ماتشنج او يعني موازنه بين العرض والطلب، خلاص؟ طيب انا يا جماعه لما بعرف اتوقع الديموند بيبقى عندي فوركاست، بعرف اخد قرارات زي ما قلنا، بعرف اعمل ماتش او ماتشنج بين السبلاي والديموند، وكل ما الفوركاست بيكون اكيور بعرف استفيد من الفرص الموجوده، بقلل من الريسكس، الحاجات دي كلها، خلاص؟ فهي دي فائده الفوركاست بتاعي، ان انا بعمل فوركاست بتوقع بيه الديماند، ببتدي اشتغل زي ما قلنا رياكتيف وبرو اكتيف، ابتدي بقى اعمل الماتش بين الاثنين، الحاجات دي كلها. طيب ممكن يا جماعه شركه مثلا تشتغل ويكون الاستراتيجي بتاعتهم نفسها هي الاستراتيجي. طبعا لو فاكرين الشابتر اللي فات في استراتيجي، مثلا حد شغال على الكوست، حد شغال على الكواليتي، الحاجات دي كلها. ففي شركه ممكن تكون الاستراتيجي بتاعتها الامبروف مثلا الشورت تيرم فوركاست، خلاص؟ احنا شفنا طبعا الحاجات الشورت تيرم وشفنا اللونج تيرم، فهو شغال كده، هو راجل قال انا هشتغل استراتيجي لامبروف الشورت تيرم فوركاست. اما الراجل الناس او الناس اللي بتشتغل شورت تيرم فوركاست مش بس بيحسن الربح،
لا، لان انا بتوقع بالظبط يا جماعه، انا بتوقع بالظبط اللي انا محتاجه خلاص، فبيبقى عندي لو يعني lower inventory levels، ما بيبقاش فيه مخزون كتير قوي، انا متوقع بالظبط اللي انا اللي عايزه، fewer storage، ما بيبقاش عندي مخزون كتير زي ما قلنا، انا متوقع بالظبط اللي انا محتاجه. برضه بامبروف الكاستمر سيرفيس، انا عارف طلباتهم خلاص، الحاجات دي كلها. فدي فايدة الشورت تيرم فوركاست في الحاجات دي، مش زي ما قلنا مش بس بحسن الأرباح، ببقى متوقع بالظبط الحاجات اللي أنا محتاجها. شركة تانية مثلا عايزة تعمل يعني تعمل أكيوريت فوركاست، لازم تهتم بالمعلومات، المعلومات الصحيحة تكون مثلا أبديتد عن البرايسز، عن الديماند، الحاجات دي كلها. فهنا لقينا ان اصلا الاستراتيجي متعلقه بالفوركاست، وممكن الناس تشتغل زي ما قلنا تحسن، او الاستراتيجي بتاعتها تكون او تشتغل بطريقه عكسيه، تمبروف مثلا زي ما قلنا الشورت تيرم فوركاست، الحاجات دي كلها. هو زي ايه؟ زي مثلا حاجات يعني فعل ورد فعل، ممكن تشتغل كده تلاقيها مثلا اثرت هنا، ممكن تشتغل انت تشتغل مثلا كوست استراتيجي تشتغل، وفي نفس الوقت طبعا انت الناس عندك شغالين بتوع الفوركاستنج، الحاجات دي كلها. بس هي زي تجارب، مثلا تجارب مثلا شركات او حاجات، الحاجات دي كلها خلاص. فاكرين يا جماعة برضو الجزء بتاع الشورت تيرم فوركاست؟ فاكرين لما قلنا ان لما التايم هوريزون يقل، او زمن الفوركاست يقل، ايه اللي بيحصل في الفوركاست؟ حد يقدر يقول لنا؟ يعني اما زمن الفوركاست نفسه يقل، الفوركاست بيحصل فيه ايه؟ بتكتر الدقة بالظبط. الله ينور عليك. ليه؟ لان الريسكات بتقل، الانسرتينيتيز او الحاجات المجاهيل بتقل، ان انت شغال التايم هوريزون قللت شويه، فبيبقى عندك دقيق. فبعض الشركات ممكن تركز على تقليل زمن الفوركاست، ده بيخليها الفوركاست تبقى اكيوريت شويه. كل دي طبعا استراتيجيات يا جماعه خاصه بالفوركاست. بعض الشركات زي ما قلنا برضو يعني بتقلل سرعه الاستجابه للبودكاست، بقلل الليد تايم. يا جماعه حد فاكر الليد تايم؟ الليد تايم شباب، لا الليد تايم زمان اسمه الليد تايم، اللي هو زي ايه؟ زي مثلا الحاجة اللي انت بتبتدي مثلا عايز تعدل حاجة، دي الليد تايم، اللي هو الزمن اللي انت بتاخده عشان تعمل الحاجة دي، الليد تايم، الزمن اللي انت بتاخده مثلا عشان تعمل البروسيس، لو فاكرين كنا خدناها في البروسيس، الحاجات دي كلها. فالمهم انت لو قللت الليد تايم يعني ايه؟ بتعمل ايه؟ بتزود الفلكسبيليتي في الاوبريشنز بتاعتك شوية. خلاص، يبقى انت بتبتدي تقلل كل حاجه، بتقلل زمن الفوركاست، بتقلل سرعه الاستجابه للفوركاست، بتقلل التايم، كل ده عن طريق الفلكسبيليتي. لو انا عندي مرونه في الاوبريشنز بتاعتي، حاول اسرع العمليات، هستجيب لاي تغيير في الديماند، تغيير في المنتج، تغيير في الخدمه، كل ده في النهايه عن طريق ايه؟ ان انا قللت الليد تايم بتاعي، اللي هو زمن القيام بالعمليات، الليد تايم بتاع الديزاين، الليد تايم بتاع التصنيع، الليد تايم بتاع اي حاجه، بقلل الليد تايم مثلا للحصول على السبلايز، الحصول على خدمات، الحاجات دي كلها، قلل الزمن او الليد تايم للحصول على الرو ماتيريالز، الحاجات دي كلها خلاص. اقلل الليد تايم مثلا عشان اترين الموظفين او ادرب الموظفين، الحاجات دي كلها في النهايه بتزود لي الفلكسبيليتي في الاوبريشنز، بتقلل لي الليد تايم، ففي النهايه بتخليني اعرف يعني يبقى عندي سرعه الاستجابه، الحاجات دي. ده برضو الجزء اللي خاص بالاوبريشنز،
آسف، الفوركاست وفيما يتعلق بالاستراتيجي أو علاقتها الفوركاستنج بالاستراتيجي. بس احنا كده خلصنا الفوركاستنج كده خلصت. لا مش نمشي يعني. لا هنبتدي بقى الشابتر الجديد. هو بس كان كل الموضوع يا جماعة النهاردة ان انت بتبتدي بقى تشوف الحاجتين، الفوركاست اللي طلع لك، الارقام اللي طلع لك تبتدي تتعامل معاها ازاي، ازاي برضو او ايه علاقة ايه علاقة الاستراتيجي بالبودكاست، وازاي اقدر ادخل الاثنين في بعض ودي تستفاد من دي ودي تستفاد من دي. خلاص يا ريت بقى يا جماعه الاجزاء اللي هي الخاصه بالبودكاست هتلاقوا في الكتاب عندنا هتلاقوا فيه اسئله. خلاص يا ريت ايه يا ريت نبص عليها ان شاء الله. انا ممكن انزل لكم الحلول بتاعت الاسئله كلها، في اسئله في يعني في مسائل وفي اسئله في برضو كيسز في حاجات كتير يا ريت الشابتر بتاع الفوركاست. بس طبعا الحاجات اللي هي اللي احنا ما خدناهاش ف يعني هتبقى واضحه يعني. فيا ريت ايه نبص برضو في الكتاب الجزء الخاص بالاسئله والحاجات دي كلها. خلاص يا جماعه هناخد بريك دقيقتين كده برضو عشان نبقى فصلنا بين الموضوعين. دقيقتين بالظبط ان شاء الله ونبتدي الشطر الجديد. خلاص يا جماعه يلا نكمل يا شباب. هنبتدي يا جماعه الشابتر الثالث في الكورس الثاني الخاص بالاستراتيجي. تعالى افكركم بحاجه كده، فاكرين دي يا جماعة؟ فاكرين دي ولا مش فاكرين دي؟ واحد بس اللي فاكرها؟ تمام. اثنين. مين تاني؟ ثلاثة. أربعة. مهندس الأزهري ريحنا وغير السلايد كلها، شكله مش فاكر ومش عايز يفتكر. فاكرين كنا ابتدينا احنا بالاستراتيجي الكومبيتيتيفنس والبكتيفيتي، بعدين دخلنا في الفوركاستنج خلصناه، واخر اخر شابتر معانا في الكورس ده الاستراتيجيك كاباسيتي بلاننج فور برودكتس اند سيرفيس. الكاباسيتي بلاننج تعال نبتدي فيها. يلا دي ان شاء الله خمس محاضرات النهارده، واحده يبقى فاضل اربعه ويبقى في امتحان بعد كده. الصوت تمام يا جماعه؟
طيب الاستراتيجيك بلاننج بقى الشابتر ده ايه المفروض نعرف فيه ايه، او الليرنينج اوبجكتيفز بتاعته ايه؟ المفروض يا جماعه بعد ما نخلص ان شاء الله الشابتر ده ان احنا تعرف اهميه الكاباسيتي بلاننج، لازم تعرف ايه هي الكاباسيتي بلاننج، تعرف اهميتها الحاجات دي كلها. برضو ازاي الكباسيتي بتاعتك تعرفها، ازاي تقيسها، برضو ازاي نحدد الكباسيتي ريكويرمنت، ازاي يبقى عندنا بدائل كتير في الشركة مثلا او في القسم، الحاجات دي كلها. خلاص دي الـ learning objectives بتاعتنا بتاعت الكورس ده. هنعرف بقى ايه هي الـ strategic capacity planning، المكان اللي احنا واقفين فيه بالظبط فين، يعني من اشمعنى الـ capacity planning. احنا يا جماعه كان عندنا demand forecast خدناه المره اللي فاتت، او جالنا رقم او جالنا forecast باخده وبعمل بيه capacity planning على طول، يعني هي دي النقطه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. خلاص طيب هل معنى كده ان الديزاين بتاع او المرحله بتاع الديزاين هل ليها تاثير على الكاباسيتي بلاننج؟ اكيد ليها تاثير، لان انت حسب تصميم المنتج بتاعك فانت محتاج متطلبات، مثلا محتاج متطلبات كتير ممكن تأثر لك على الكباستي اللي هنعرف عنها دلوقتي، يعني هنعرف يعني ايه كباستي اصلا. يعني كباستي بلاننج يعني القدرة بتاعت المكان بتاعك هيطلع قد ايه. خلاص هو ده الكباستي بتاعتك، قدرة المكان بتاعك. انت عندك مثلا مهندس واحد بيطلع مثلا تصميم، طب الكباستي بتاعته قد ايه؟ مثلا بيرسم مثلا 5 لوح مثلا في اليوم، هي دي الكباستي بتاعته. خلاص لو التصميمات مثلا معقده ممكن كل عميل مثلا يكون ليه تصميم خاص بيه، هل ده هيأثر على الكباستي؟ اكيد هيأثر، صح؟ المهم ان احنا بعد ما بنعرف الديماند فوركاست بنروح للكباستي بلان. طيب تعالوا نعرف معنى الكباستي زي ما كنا هي موجودة هنا. الكباستي التعريف الحرفي بتاعها اللي هي الابر ليميت او السيلينج اون ذا لود ذات ان اوبريتنج يونت كان هاندل. يعني ايه ده يا جماعه؟ يعني اللي هو الحد الاعلى من اللود اللي الاوبريتنج يونت بتاعتك تقدر تستوعبه. برضه مش فاهمين حاجه. طيب يعني مثلا لو مصنع عندك بينتج وحدات، بينتج مثلا حاجات مادية، مثلا ال operating unit، يعني هو قال لك ال upper limit أو ال ceiling من load لل operating unit can handle. أنا من شوية مثلا قلت لكم مهندس، فالمهندس ده يعتبر operating unit، المصنع operating unit، القسم operating unit، المحل اوبريتنج يونت، الماشين اوبريتنج يونت. خلاص يبقى ده اللي هو الحد الاعلى او الطاقه القصوى او السقف الاوبريتنج يونت تقدر تهندله او تقدر تتعامل معاه او تقدر تستوعبه. خلاص مثلا عدد الدرجات مثلا المجمعه مثلا ليوم واحد، عدد الخدمات المقدمه. خلاص يبقى لو انا بتكلم عن اوبريتنج يونت مثلا قسم اي حاجه، خلاص يبقى الكباسي بتاعت القسم ده هي اقصى مثلا عدد التصميمات اللي يقدر يقوم بيها. خلاص الكباسي دي محتاجه حاجات كتير عشان اقدر اهندلها او عشان اقدر اطلعها، محتاجه اكويبمنت، محتاجه سبيس، محتاجه سكيلز. خلاص
دي المتطلبات بتاعت الكباستي. طيب انا بقى ليه اصلا عايز اعمل استراتيجيك كباستي بلان؟ ايه حد يقدر يقول لي ليه انا عايز اعمل استراتيجيك كباستي بلاننج؟ يبقى احنا عرفنا خلاص عشان اقدر احقق الطلب. طيب هقول لك حاجه، احنا دلوقتي عرفنا معنى الكباستي بلاننج صح؟ استراتيجيك يعني ايه؟ يعني تخطيط طويل الاجل صح؟ يبقى معنى استراتيجيك كباستي بلاننج خلاص متهيألي المعنى كده بقى واضح خلاص؟ ايوه يا جماعه النت فصل معلش من عندي، سامعيني دلوقتي كويس؟ طيب زي ما نقول بقى انا بعمل ليه اصلا استراتيجيك كباستي بلاننج، عرفنا معناها. انا عشان اعمل ايه؟ اعمل اتشيف بين اللونج تيرم سبلاي كابابيلتيز للقسم بتاعي او للاورجانيزيشن بتاعتي. ايوه يا جماعه معلش اسف تاني النت فصل معلش عندي في مشاكل معاه. تمام سامعني كويس؟ طيب يا جماعه ايه اللي بيخلي الموضوع صعب قوي؟ ان انا هل مثلا ليه مثلا مش سهل عليا ان انا اعمل الماتش ده او الموازنه دي، او اقدر اساوي بين قدراتي لعمل مثلا زي ما قلنا لونج تيرم سبلاي كابابيلتيز، او قدراتي لعمل توريد طويل الاجل، وبين المستوى المتوقع من الطلب على اللونج تيرم. يعني ايه التحديات اللي ممكن تقابلني ان انا اعمل الماتشنج ده؟ يعني ممكن يحصل ايه يغير؟ ممكن يحصل عدم التأكد، ماشي. ايه تاني؟ التكلفة العالية، التكلفة العالية لإيه؟ أنا مثلا في عندي حاجة متوقعة التكنولوجي، بس ما تغشش، لأ أنا عايز كلام عملي، مش عايز غش. يعني انت مثلا بقولك متوقع مثلا زي ما بنقول عدد معين الديماند مثلا هيكون قد كده خلاص، وانت عندك قدرات معينة، ف ايه اللي بيمنعك ان انت تعمل مثلا ماتش بين الاثنين؟ ها الديماند نفسه ممكن يتغير صح، الناس ممكن ما تجيليش، ممكن تروح لحد تاني صح، سعر الصرف ممكن يتغير، الاقتصاد ممكن يتغير، ممكن يحصل اي حاجة، ممكن يحصل تغيرات في السوق، فرص، تهديدات، الحاجات دي كلها، فهذه اللي تخلي الموضوع صعب. فبسبب اللي بيحصل ده زي ما بنقول او زي ما مكتوب هنا، لو انا ما خدتش بالي ممكن يحصل جاب، او ممكن يحصل فجوه بقى بين الجاب دي او الجابس دي خلاص، ممكن تبقى حاجتين، ممكن تبقى اوفر كاباسيتي او اندر. الجاب اللي ممكن تحصل دي ممكن تبقى اوفر كاباسيتي او اندر كاباسيتي. يعني لو انا حصل عندي اوفر كاباسيتي يعني ايه؟ او بغض النظر اوفر كاباسيتي اندر كاباسيتي، مثلا لو انا دلوقتي امكانياتي مثلا ان هي تعمل مليون سيارة خلاص، والديماند كان مثلا ربع مليون خلاص، يبقى ده اسمه ايوه يا جماعة معاكم معلش
انا بعتذر جدا. خلاص يبقى معنى كده ان فعلا في اوفر كاباسيتي. خلاص. طب الاوفر كاباسيتي دي الاوفر كاباسيتي دي انا طبعا عندي كابابيلتيز، عندي امكانيات، عندي مكن، عندي مصنع، عندي ايجارات، صح، عندي مرتبات، صح. يبقى الاوفر كاباسيتي بتعمل ايه فيا؟ بتضرني ازاي؟ خلاص الكوست عالي، صح، زي ما هو مكتوب الاوبريتنج كوست تو هاي، زي ما بيقولوا الايجارات، مرتبات، زي ما بيقول مكن، كهرباء، الحاجات دي كلها. طيب لو العكس، لو انا قدراتي مثلا ربع مليون، الديماند كتير قوي، الطلب كتير قوي، زي ما حصل اعتقد اكس بوكس، شركة اكس بوكس اول ما نزلت ما كانش عندها امكانيات ان هي تعمل كميات كبيرة، فالطلب كان كتير قوي، وحصل مشاكل ما عرفوش يلبوا الطلب. طيب يبقى معنى كده ايه اندر كاباسيتي؟ طيب الاندر كاباسيتي هتضرني ازاي؟ الاندر كاباسيتي انا مش عارف الكاباسيتي بتاعتي اقل من الديماند، ده اسمه اندر كاباسيتي. دي بتضرني ازاي؟ برضو بشكل منطقي، ذهاب الزبائن هيذهبوا فين؟ ذهابهم فين؟ اخسر العامل، تحال العملاء لمنتج اخر، او لا او لا او لا لمنتج، صح، قصدك منتج مش منتج، صح، منتج اخر، صح، او ممكن اخسر اسمي، ممكن اخسر حاجات كتير قوي، لان اللي بيجي لك مثلا، حد جالك مثلا وما لقاش عندك حاجه، مثلا جالك مره، جالك مرتين ما لقاش عندك حاجه، خلاص مش هيجي لك تاني، هيروح لحد تاني، صح. انا ممكن تخسر اسمك، ممكن تخسر سمعتك، ممكن تخسر البيزنس بتاعك، صح. زي ما مكتوب هنا برضو بيعمل strained resources، يعني بيعمل اجهاد، يعني لو انت مثلا ضغطت قوي على الناس اللي عندك، على الموارد اللي عندك، على المكن اللي عندك، ممكن يبوظ، بيحصل اجهاد، الحاجات دي كلها، لان انت مش عارف تلبي الكواسي، مش عارف يا جماعة سامعني كده؟ عرفنا المعنى، صح؟ عرفنا أهميتها، عرفنا الأضرار لو أنا ما اشتغلتش صح؟ صح؟ تعال نشوف بقى، طب هشتغل صح إزاي؟ ماشي؟ لازم وأنا بعمل كاستم بلاننج لازم أسأل شوية، يعني نفسي شوية أسئلة. الأسئلة هي إيه؟ وهنعرف دلوقتي المعنى، هي إيه؟ كام؟ وإمتى؟ خلاص؟ هي إيه يعني، ما هي يعني؟ what kind of capacity needed؟ إيه هي إيه أصلاً لازم أحدد؟ خلاص؟ وقد إيه أنا محتاج قد إيه؟ how much needed to match demand؟ وإمتى محتاجها؟ صح؟ طيب ما هي او ايه؟ طبعا حسب الخدمات المنتجات اللي انا بقدمها، صح. كم دي حسب ايه؟ هاو ماتش دي هجيبها منين؟ السؤال ده ممكن اجاوب عليه ازاي؟ خلاص يبقى احنا قلنا ايه؟ عن طريق الفوركاست بالظبط، خلاص. وين ده؟ عن طريق الفوركاست، خلاص. طيب بعد كده بقى يا جماعه، يعني بعد ما بجاوب على الاسئله الاساسيه دي، في شويه بعض الاسئله برضو المفروض اجاوب عليها، خلاص. بعد كده how much will it cost, how will it be funded, what is the expected return.
يعني عشان اعمل او اشتغل اعمل الكباست دي التكلفة كام؟ يعني او عشان انزل بالكم ده كم هتكلفني؟ الفلوس هجيبها منين؟ لو نزلت بيهم، او لو انا فعلا مثلا مليون سيارة اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، ايه المكسب بتاعي؟ ايه الفايدة اللي هتقعد عليا؟ صح؟ لازم اشوف برضو ال potential benefits and risk، ايه الاخطار المتوقعة، ايه الحاجات اللي ممكن، الفوائد اللي ممكن تقعد عليا. ممكن انزل مثلا محدش يشتري، ممكن المتطلبات بتاعة الناس تتغير، كل دي مخاطر. ممكن المنافس يعمل عروض، كل ده لازم ادرسه. ممكن المنافس مثلا ينزل بحاجة غير متوقعة، ممكن سعر العملة يختلف، صح؟ الحاجات دي كلها لازم ادرسها كريسك مانجمنت. ممكن المنافس مثلا يتأخر عني، صح؟ دي فايدة، صح؟ فكل الحاجات دي يا جماعة، برضو الفوركاست نفسه اللي أنا كنت عامله ممكن يكون فيه درجة uncertainty، صح؟ ممكن الطلب يتغير، ممكن الكوست يتغير، ممكن ياخد مثلا وقت اكتر في تغيير الكباستي عما انا كنت متوقع، صح؟ كل الحاجات دي لان في uncertainties كتير، في مجاهيل كتير، في حاجات انا مش متاكد منها كتير. ممكن برضو الدقه بتاعت الفوركاست تفرق، او تكون، او يعني الدقه تكون قليله شويه، خلاص؟ الحاجات دي كلها مهم. طيب ايه تاني؟ هل الفروض يا جماعة، هل مثلا يعني مثلا السبلاي تشين ولا حاجة، هل السبلاي تشين بالإمكانيات الحالية دي تقدر تتعامل مع التغييرات المطلوبة؟ مثلا زي لو احنا مطلوب مليون سيارة، مساحة المعارض، المصانع، المكن الموجود، الحاجات، العمالة الموجودة، هل هتقدر تلبي احتياجات متطلبات الكباستي اللي هي ايه؟ السبلاي تشين اللي هي الحلقات بتاعت السبلاي بتاعتي. الحلقات دي زي ما قلنا متكونة مثلا معارض، مصانع، توزيع، الحاجات دي كلها. مثلا المليون دول انا المفروض اغير الكباستي مرة واحدة ولا اغيرها في فترات، صح؟ الحاجات دي كلها برضو لازم ادرسها. طيب مثلا هل مطلوب مني اعدل حاليا؟ مثلا انا بطلع 500 ألف، طب اللي فاضلين دول هعوضهم ازاي؟ صح؟ فعشان كل الـ uncertainties دي يا جماعة، فبعض الشركات يعني ايه، بتنتظر لغاية ما الديماند يحصل، يعني بتتأخر لغاية ما تلاقي طلب حقيقي، خلاص؟ طيب التلبية الديماند ده يا جماعة مش محتاج وقت، صح؟ محتاج وقت انتاج، محتاج وقت كتير جدا. الكاستمرز هينتظروا؟ محدش هينتظر، صح؟ اللي عايز حاجة، اللي عايز مثلا أي حاجة، اللي عايز موبايل، عايز سيارة، عايزه دلوقتي حالا. لو ملقاش عندك هيروح عند اللي جنبه، لو هو فلوسه حاضرة يعني، خلاص؟ فهو ده السوق عامل كده. فالمهم في بعض الشركات بقى بتشتغل بحذر شوية. بتعمل ايه؟ بتعمل زي تغييرات صغيرة، صغيرة يعني small changes، يقيم النتائج قبل ما يعملوا تغييرات تانية. يعني بيحاولوا يعملوا، قسموا رجعنا تاني معلش. المهم انت يا جماعة، المهم يعني في وسط ال uncertainty دي والشركات اللي بتعمل كده، لازم يبقى انت عارف ان انت يبقى عندك نظام دايما تدرس، يعني تدرس الديماند فيه بشكل مستمر، تدرس التغييرات اللي بتحصل، كل حاجة في السوق لازم تدرسها عشان تتأكد ان الشركة تبتدي كمان تتعامل مع كده، عشان تتأكد ان الشركة بتاعتك بتعمل تغييرات في الكباستي حسب الضرورة، عشان يبقى فيه ربح، عشان يبقى فيه منافسة، خلاص؟ طيب
في بقى العنوان اللي بعد كده بيقول لك ليه الـ capacity decision are strategic، يعني العدد من الأسباب. خلاص، حاجات أو القرارات اللي خاصة بالـ capacity مهمة جدا. أول حاجة أو رقم واحد، لأن أنت هتقدر، لو أنت شخص صح تقدر تلبي الـ future demand، أو ده المثال بتاع الإكس بوكس اللي أنا قلت لكم عليه. زي ما قلنا كان عندهم مشكلة مثلا في مجرات الطلب، خسروا مبيعات، خسروا عملاء، الحاجات دي كلها. فلما هم ما اشتغلوش كباستي بلاني قدروا يلبوا الفيوتشر بشكل صحيح. طب ايه تاني؟ تاني حاجة، القرارات الكباستي يا جماعة تؤثر على الاوبريتنج كوست. طيب مثلا لو في توسعة في الاكزيستنج اوبريشن، هتاخد مثلا مساحات جديدة، خلاص، كل ده عشان انت تبتدي تنزل بالكباستي الجديدة. طيب مش ده كل ده بيمثل اوبريتنج كوست زائد، صح؟ كل ده بيمثل اوبريتنج كوست زائد، زي ما قلنا توسعة، ايجارات، عمالة، الحاجات دي كلها. يبقى أنا يا جماعة أنا عملت تخطيط، صح؟ هشوف بقى أنا هعمل إيه، مثلا هوسع، هصرف، هزود في الأوبريتنج كوست، الإيجارات، المرتبات، صح؟ لو أنا عملت كل ده بدون مردود أو بدون عائد، صح؟ هيحصل مشاكل. يبقى أنا لو عملت ماتش بين الديمن والكباستي، اقلل الاوبريتنج كوست، لان انا هيبقى عندي عائد. واضحه يا جماعه دي؟ واضحه علاقه الكباستي بالاوبريتنج كوست؟ شباب خلاص. طيب بعد كده برضو الكباستي، طب سؤال يا جماعه يا ريت حد يجاوب عليه، ازاي الكباستي بتحدد الانيشال كوست؟ ايه حد يجاوب كده؟ طب شخبطنا كده بسرعة، محدش يبص. ازاي يا جماعة الكباستي بتحدد الانيشال كوست؟ احنا اتكلمنا في الاوبريتنج كوست دلوقتي، صح؟ انا لو اشتغلت صح هقلل الاوبريتنج كوست. طيب ازاي الكباستي بتحدد الانيشال كوست؟ ها مين هيجاوب؟ كيف تحدد الكباستي الانيشال كوست؟ طيب ما هو الانيشال كوست؟ طيب ما هو الانيشال كوست؟ التكلفة المبدئية. لا زي، طب زي ايه يعني؟ اضرب مثال بس عشان الناس كلها تفهم، مش ترجعها يعني. زي ايه؟ شراء المعدات. بالظبط بالظبط، يعني ببساطة جدا الـ طبعا الكباستي يا جماعة من أهم الأشياء اللي بتحدد الانيشال كوست. أنا عشان مثلا أعمل أنزل بكباستي معينة، صح؟ عشان أنزل بكباستي معينة لازم المعدات اللي هتعمل لي الكباستي دي، صح؟ لازم اليونتس، ماشينز، الحاجات دي كلها، يبقى كل ده انيشال كوست. خلاص؟ الكباستي هي اللي بتحددهولي، من اهم الحاجات اللي بتحددها. وكل ما الكباستي زادت، صح، بتاعت البرودكتيف يونت عندي، هي الوحده سواء بقى مصنع، اليونت، الحاجات دي كلها، صح، كل ما الكباستي زادت اكيد بحتاج اكبر مثلا المصنع، اكبر اليونت، زاد الكوست. خلاص، الانيشال كوست بيزيد مع زياده الانتاج، مع زياده الكباستي، أو مع زيادة الكباسيتي بتاع الـ Productive Unit. خلاص؟ واضحة الجزء ده. يبقى كل ده اللي احنا فيه يا جماعة لسه بنتكلم، إن القرارات بتاعت الكباسيتي حاجات استراتيجيك، يعني حاجات مهمة جدا.
طيب رقم أربعة، تعالي نشوف رقم أربعة. فيما يتعلق بالريسورسز، أي قرار خاص بالكباستي طبعا يؤثر على الريسورسز. طب إزاي؟ ممكن نديهم مثال يا جماعة؟ سهلة يعني، بسيطة يعني. فيعني يعني هيبقى عليا التزامات ناحية الريسورسز، لأن أنا أي حاجة بعملها بالموارد اللي عندي، الريسورسز صح؟ عندي مواد. يا جماعة سؤال تاني، هل الكباستي تؤثر على الكومبتيتفنس؟ الكباستي اللي عندي هل تؤثر على التنافس؟ تؤثر عندي في التنافس، عندي مثلا كباستي كبيرة، طب يفرق معايا؟ ممكن يفرق كناحية تنافسية. أيوة يا جماعة معلش أنا آسف، بس عموما إن شاء الله نكمل المرة الجاية. خلاص زي ما انتم شايفين النت النهاردة فيه مشاكل، إن شاء الله نكتفي يعني بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية. خلاص عن كل شوية يفصل، فإن شاء الله نكمل محاضرة الجاية. خلاص ماشي يا جماعة، يلا تداكم الله الذي لا تضيع ودعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.